بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله بدي أحاول أشرح بشكل سريع خوارزمية الديسيجن تري في مساق علم البيانات. طبعا الخوارزمية هذه لو إحنا رجعنا بشكل سريع هنا إنه هي تعتبر إنه تعمل prediction، تمام، وهي نوعها supervised لأنه بيكون في عندي class label، وهي تعتبر إنه من ضمن خوارزميات classification algorithm، لأنه بيكون أنا عندي التارجت عبارة عن التارجت لازم يكون إنه هو categorical. يبقى في الكلاسيفيكيشن التارجت لازم يكون categorical، أما البريدكتور ممكن تكون أي type. البريدكتورز المقصود فيها إنه بقية الأعمدة، يعني لا على سبيل المثال لو بدنا نطبق هدول الاتربيوتس انا ممكن اعتبرهم بريدكتورز وهذا عبارة عن التارجت، تمام، بهذا الشكل. طبعا هذه البلاي جولف داتا سيت، من خلال الداتا سيت هذه فيها 14 سجل وبدي احدد انه انا بدي العب جولف يس او نو بناء على حالة الطقس من الاوتلوك ودرجة الحرارة والهيوميديتي والويندي، تمام، الاوتلوك اللي هي حالة السماء. اذا كانت انه مشمسة او اوفركاست غائم او ريني ماطر، فيبقى الهدف انه من هذا الداتا سيت هدول البريدكتورز زي ما اتفقنا، وانه هذا هو التارجت، تمام، انه انا بدي اطلع ديسيجن تري بهذا الشكل. يبقى الخوارزمية هذه الهدف الأساسي منها من الداتا سيت هذه بدي أطلع decision tree، واللي أنا ممكن أستخدمها في الكلاسيفيكيشن بتتبع أي فرع من أفرع الشجرة. يعني على سبيل المثال لما يجيني إنه instance معين وتكون الأوتلوك فيه sunny والويندي false، معنى ذلك إنه البريدكشن حيكون إنه play yes بهذا الشكل. فبالتالي إنه كل branch إنه يعني بناء على الانستانس التست انستانس اللي بيجيني ممكن أنا أعمل prediction للكلاس ليبل من هذه باستخدام هذه الشجرة. يبقى الموديل هذا النوع تبعه أو التايب تبعه أو الشكل المخرج الأساسي اللي بيطلع معايا هو عبارة عن decision tree. ومهم جدا إنه أنا أعرف الخوارزميات في الماشين ليرنينج إنه شو المخرج تبعها. يعني على سبيل المثال بعض الخوارزميات المخرج تبعها عبارة عن معادلة مثل linear regression ومثل support vector machine. بعض الخوارزميات الثانية المخرج تبعها عبارة عن weights، الweights تبعت final weights اللي بيصلها بعد التدريب في neural network. فبالتالي هاي شكل الموديل اللي مفروض انه هو يطلع مني. على سبيل المثال ال KNN هو فعليا ما فيش موديل لانه هو lazy learner، ما بيبني موديل، انه بيجي وقت انه انا لما بدي اعمل prediction لتست instance ساعتها انه بروح بتطلع بشوف ايش النيبورز اللي بيشبهوه وبروح بختار الكلاس على حسب النيبورز اللي القريبين للتست instance. نرجع للdecision tree. الآن لما بدي أختار إنه بدي أعمل split هنا زي ما أنتم شايفين إنه هو مختار إنه root node هي عبارة عن ال outlook، ليش مش temperature، ليش مش humidity، ليش مش windy، بدي يكون أحد هدول الattributes، فأنا محتاج ل split criterion. لأنه زي ما أنتم شايفين هنا بناء على هذا ال outlook هذا الattribute ال outlook بروح بعمل فرع لكل قيمة أنا عندي rainy، ثلاث قيم rainy وovercast وصني، فبالتالي بروح بعمل ثلاث أفرع من هذا الاتريبيوت. فبالتالي إنه عشان هيك إحنا بنسميه split criteria، على أي أساس تم اختيار الأوتلوك بناء على حاجة اسمها الميجور اف of impurity، purity اللي هي درجة النقاء والimpurity العكس تبعها. طبعا هذا هو عبارة اسم الاتريبيوت هو عبارة عن split criteria أو معيار اللي أنا بدي أستخدمه في اختيار الأتريبيوت اللي حعمل split على أساسه. في أنا عندي ثلاث معايير، الـ Gene Impurity والـ Information Gain اللي إحنا حنركز عليها، تمام، والـ Mass Classification Error.
يبقى هذه المعايير هي عبارة عن مدخل من مدخلات الخوارزمية. أنا بدي أحدد على أساسها، على يعني باستخدامها، على أي أساس إنه أنا بدي أختار الأتريبيوت. طبعا الانفورميشن جين هي مبنية أو بتستخدم الإنتروبي، والإنتروبي هي عبارة عن مقياس لدرجة التشويش تم استخدامه سابقا في علم الاتصالات لقياس درجة تشويش الإشارة اللاسلكية، وإحنا هنا بيتم استخدامه لقياس درجة نقاء أتريبيوت معين بالنسبة للكلاس ليبل. فكل ما كان إنه الكلاس بيور أكتر، معنى ذلك إنه الانستنسز بتنتمي لفئة واحدة، معنى ذلك إنه هو بيور أكتر. طيب، يعني على سبيل المثال لو بدي أحسب الانفورميشن جين لكل الأتريبيوتس، أنا عندي هدول الأربعة، بجي بطلع انه هي القيم تبعت الانفورميشن جين، بلاقي انه الاوتلوك هو اعلى قيمة، فبالتالي انه هو اللي بده يتم اختياره انه انا اعمل سبليت على اساسه في الروت نود. طيب، بعد هيك بدي اكرر العملية واختار اتريبيوت تانية، لانه الخوارزمية هذه ريكيرسيف، تكرارية. وهنا انه في هذا الجدول انه بنوضح انه شو معنات انه الكلاس ليبل انه يكون بيور. يعني لو على سبيل المثال لو اخذت الاوتلوك، انا بدي اشوف مثلا في الصني قديش انا عندي يس وقديش عندي نو. طبعا هذه العمليه انه بتوضح انا عندي لما اعمل سبليت واجيب السب تيبل. طيب، خلينا نشوف الان كيف بدنا نحسب الانتروبي. طبعا انا بحتاج الانتروبي للتارجت كلاس تبعي، تمام، للتارجت تبعي. فبالتالي انه البلاي هم 14 اتريبيوت، البلاي جولف 9 منهم يس و5 نو. فبالتالي انه انا بدي استخدم المعادلة هذه عبارة عن probability، حاصل ضرب للبروبابيليتي في اللوج تبع البروبابيليتي. البروبابيليتي انا عندي هنا 9 على 14، وهنا البروبابيليتي 5 على 14. فبالتالي أنا عندي الإنتروبي للبلاي جولف هي عبارة عن الإنتروبي للتسعة للخمسة والتسعة، فبالتالي هي الإنتروبي للستة وتلاتين والأربعة وستين، للستة وتلاتين والأربعة وستين، اللي هي عبارة عن 9 على 14 و5 على 14. طبعا لما نيجي نطبق هذا القانون، البروبابيليتي في اللوج تبع البروبابيليتي، طبعا هذا الكلام بدي أعمله لكل فئة تبعت الكلاس. لو كان عندي 3 فئات بالتالي بده يكون في عندي 3 تيرمز هنا في العملية الحسابية هذه. هاي البروبابيليتي في اللوج تبع البروبابيليتي بيطلع انا عندي هذا الناتج بدي احتفظ فيه الان، لانه انا حرجع له الان، حستخدمه بعد هيك في الحسبة. بعد هيك بدي احسب الانتروبي للتارجت مع اتريبيوت معين الاكس، تمام. يبقى هو عبارة عن البروبابيليتي تبعت الكاتيجوري معينة للانتروبي تبعت الكاتيجوري هذه، طبعا الكاتيجوري تبعت الكلاس هذا كله، الكاتيجوري اللي بتنتمي للكلاس هذا. نسقط هذا الكلام على مثال، على سبيل المثال العمود تبع الاوتلوك. ايش الكاتيجوريز اللي موجودة؟ انا عندي 3 كاتيجوريز، sunny, overcast و rainy. بدي اجي احسب البروبابيليتي، طبعا البروبابيليتي بالنسبة للكلاس ليبل بلاي جولف. لما كان الاوتلوك صني، كان في انا عندي 3 انستنسز يس و2 نو اللي مجموعه 5. لما كان اوفر كاست 4 يس و0 نو، فبالتالي المجموع 4. لاحظوا هنا انه انا في عندي لما كان قيمه الاوتلوك اوفر كاست، معنى ذلك انه كل العناصر انا عندي يس و0 عندي نو، معنى ذلك انه درجه النقاء في هذه الفئه تحديدا 100%. هاي المقصود بدرجة النقاء. وهنا الريني أنا عندي كان 2 يس و3 نو، المجموع 5، مجموع هدول كلهم طبعا بطبيعة الحال 14. بدي أجي أحسب الإنتروبي للتارجت، هاي التي زي ما شفنا هنا، تمام، والأتريبيوت اللي هو الإكس، فبالتالي هي بتساوي البروبابيليتي ضرب الإنتروبي تبعتها، البروبابيليتي تبعت الكاتيجوري ضرب الانتروبي تبعتها، وهكذا. الانتروبي زي ما شفنا انه القانون تبعها هو عبارة عن البروبابيليتي ضرب اللوج تبع البروبابيليتي. فبالتالي انا عندي البروبابيليتي هنا 5 على 14 ضرب
الانتروبي تبعت الاثنين والثلاثة اللي هي عبارة عن عفوا عبارة عن 97 من 100، تمام. وهنا أنا عندي الـ probability تبعت الـ overcast اللي هي 4 على 14، تمام. وهنا لأنه هاي المجموع تبعهم 4، هنا أنا عندي 5 على 14، 5 على 14، وبعدين 4 على 14، وبعدين 5 على 14، هاي 5 على 14. وهنا الـ probability، هذا الناتج تبع الـ probability في اللوج تبع الـ probability، تمام. هاي القيمة أنا طلعت معاي، هذا عبارة عن الانتروبي. إيش بدي أحسب؟ بدي أحسب الخطوة اللي بعديها، حساب الانفورميشن جين. طبعا الانفورميشن جين بدي أجي أنا أكرر هذه العملية لكل الاتريبيوت، تمام. وبدي أستخدم هذا القانون. إيش هذا القانون؟ هي عبارة عن الانتروبي تبعت التارجت اللي إحنا حسبناها، هذه هي، تمام، ناقص الانتروبي تبعت التارجت مع الاتريبيوت نفسه، تمام. فبالتالي انا بدي اطرح هذا الرقم من هذا الرقم في حال الاوتلوك، فبيطلع انا عندي هي الناتج. وبدي اكرر هذا الكلام للتمبريتشر، نفس الخطوات بالضبط، بتطلع انا عندي هي الجين انفورميشن، ونفس الشيء للهيوميديتي والويندي، تمام. فبتطلع انا عندي هذه القيم. بلاحظ انه من هذه القيم انه انا عندي اعلى انفورميشن جيم هو الاوتلوك. فبالتالي لو احنا لو رجعنا على الجدول، هذه القيم شفنا الان كيف حسابها، وفعلا انا عندي الاوتلوك هو اعلى انفورميشن جيم، فبالتالي انه انا راح اختاره عشان اعمل عليه سبليت. فهو الاتريبيوت المختار زي ما انتم شايفين، انه هي حطيت عليه نجمه بدي اعمل سبليت عليه، تمام. هاي بنيت أول خطوة، طبقتها، بنيت الشجرة. إيش بدي أجيب؟ بدي أجيب السب تيبل. من السب تيبل بدي أبني سب تري، عشان هيك الخوارزمية هذه constructive recursive، يعني بمعنى إنه هي بتبني الشجرة بشكل تدريجي، بشكل بنائي بالتدريج، تمام. فبالتالي إنه رح ينتج عندي سب تيبل. ايش المقصود بالسب تيبل؟ الان اذا لما اخترت الاوتلوك، انا عندي بطبيعه الحال بدي اروح اعمل فرع لكل كاتيجوري انا عندي. فبالتالي انا عندي هنا الاوتلوك ثلاث افرع، فمعنى ثلاث فئات، فمعنى ذلك انه انا حاعمل ثلاث افرع. السب تيبل هذا كل فرع بينتج عنه سب تيبل. السب تيبل هذا هو عباره عن كل السجلات اللي الاوتلوك فيها بيساوي صني، زي ما انتم شايفين هاي كله صني. والسب تيبل سب تيبل هاد في كل السجلات اللي فيها الاوتلوك بيساوي اوفركاست، وهذا السب تيبل انه الاوتلوك بتساوي ريني بهذا الشكل. فبالتالي انه هاي سب تيبل انا عندي بهذا الشكل بنتج انا عندي. فبالتالي السب تيبل هذا عباره عن سيلكت ستار من التيبل الاساسي، من التيبل الكبير المين تيبل، وير الاوتلوك بتساوي صني، وهنا الاوتلوك بتساوي اوفركاست، وهنا الاوتلوك بتساوي رين. طبعا انا راح ينتج انا عندي تيبل صغير سب تيبل، راح اكرر نفس العمليه انه من السب تيبل هذا بدي ابني سب تري. فبدي اكرر الخوارزميه، عشان هيك الخوارزميه هذه تكراريه، تمام. الان نيجي للفرع هذا، راح امسكهم فرع فرع. فبدي امسك هذا الفرع اول اللي هو الاوفركاست، هي جبت السب تيبل تبعه، تمام. يبقى هذا هو عباره عن فرع الاوفركاست، تمام. اجيت طبعا هذا الاتريبيوت بدي اشيله تبع الاوتلوك، لانه خلاص احنا فرعنا عليه، وكل القيم انا عندي اوفركاست، فبالتالي انه ما إلها معنى انه انا اخلي هذا الاتريبيوت. فبالتالي انا بتبقى انا عندي بقيه الاتريبيوت بالاضافه للكلاس ليبل. التارجت، بلاحظ في التارجت انا عندي كل القيم، يس بيور 100%. ما دام بيور 100% معنى ذلك انه مباشره راح احولها لليف نود، انه بلاي بتساوي يس لما يكون انا عندي الاوتلوك اوفركاست. فبالتالي انه شرط التوقف، شروط احد شروط التوقف انا عندي في بناء السب تري لكل فرع، انه انا عندي واحده من الشروط انه يكون في عندي كل الكلاس
يعني كل السجلات بتنتمي لكلاس واحد، فبالتالي انه بتكون بيور 100% بحولها مباشرة ل ليف نود. الآن بدي أطبق هذا الكلام على فرع تاني، تمام؟ هذا الفرع اللي هو الصني. الصني بدي أخذ السجلات تبعته هيو، تمام؟ هاي الخطوة الثالثة، تمام؟ بروح على الفرع اللي وراه اللي هو الصني، وبعدين هاخد الريني بهذا الشكل. بدي اطلع على السجلات زي ما اتفقنا انه الاوتلوك بتساوي صني. هذا الكلام بدي اعمل له دروب زي هيك هذا العمود، وبدي اختار انه هاي السب تيبل انا عندي وهي التارجت. فبالتالي انه بلاحظ انا عندي مش كل الكلاس، مش كل السجلات بتنتمي لنفس الكلاس. طبعا هنا انه هي مش مرتبة، هنا عم بس اعملها ترتيب. الملاحظ هنا انه مش كلها بتنتمي لنفس الكلاس، فبالتالي انا بحتاج انه انا افرع، تمام؟ بدي اختار اتريبيوت من هذا او هذا او هذا وافرع على اساسه عشان يصير في عندي فعلا انه درجة النقاء اكتر، او يصير في عندي درجة التصنيف او الاكيوريسي تبعت التصنيف ادق. فبدي اكرر نفس العملية، بدي احسب الانفورميشن جين لهذا الاتريبيوت ولهذا ولهذا، نفس الخطوات السابقة. طبعا الانفورميشن جين بنفعش ان انا استخدم هذول القيم، لانه هذه القيم مبنية على التيبل الكبير المين تيبل. بدي اعيد الكرة واعمل حسابات للسب تيبل هذا فقط، لهذا السب تيبل فقط. بناء على الحسابات طلع انا عندي الويندي هو افضل اتريبيوت، فبالتالي انه بدي اختاره اعمل عليه سبليت، تمام؟ فبالتالي الويندي هو بعد الصني، تمام؟ فبدي اعمل سبليت على اساس هذا الاتريبيوت. ايش القيم تبعته؟ في انا عندي قيمتين فولس وترو، مباشرة بعمل فرعين بهذا الشكل. بلاحظ هنا انه عند الفولس كل القيم انا عندي يس، فبالتالي انا بروح بحولها لليف نود بهذا الشكل ليس. وهنا عند الترو انا عندي كل القيم نو، فبالتالي بتتحول انا عندي لليف نود بهذا الشكل. فهي شكل الشجرة بيتم بنائها بالتدريج، وحكرر هذا الكلام انا عندي للريني. بدي اجيب السب تيبل تبعها واعمل حسابات واشوف انه هل راح تتحول لليف نود مباشره ولا محتاج تفريع على السب تيبل. انا عندي ابني سب تري من السب تيبل اللي موجود، وهكذا. الشكل النهائي للشجره راح يطلع انا عندي بهذا الشكل. لاحظوا انه الهيوميديتي هنا تم التفريع بعد الريني هنا، والقيم تبعتها هاي ونورمال بهذا الشكل. فبلاحظ انه النودز بهذا اللون هي عباره عن اتريبيوت، تمام؟ وهاي هي عبارة عن قيم في الاتريبيوت. هذه القيم عبارة عن قيم في الاتريبيوت تبعت الصني، هذه عبارة عن قيم في الاتريبيوت تبعت الويندي، وهذه قيم في الاتريبيوت تبعت الهيوميديتي. طبعا النودز بهذا الشكل هي عبارة عن ليف نود بنسميها، تمام؟ واللي بيكون فيها انا عندي التارجت يعني او البريدكشن بهذا الشكل. طبعا من هذه ديسيجن تري ممكن انا اعمل رول اكستراكشن، تمام؟ والرول هذه انه بروح بمر على كل الافرع، انا عندي كم فرع؟ هي 1 2 3 4 5، فبالتالي انا راح ينتج انا عندي 5 رولز. كل فرع انا عندي هنا اذا كان الاوتلوك ساني اند الويندي بتساوي فولس، then بلاي بتساوي يس yes. فبالتالي انه الرول هذه ممكن انا استخدمها مباشره في البريدكشن بهذا الشكل من الديسيجن تري. فبالتالي الديسيجن تري انه هي فعلا مفيده جدا، لانه من خلالها ممكن استخدمها في البريدكشن. برضو كذلك ممكن انا استخرج رول منها بشكل مباشر، تمام؟ والرول هذه تمثل انا عندي نوليدج، لكن بطبيعة الحال في عندها بعض المشاكل. بعض المشاكل يعني على سبيل المثال لما تكون أنا عندي عدد الأتريبيوتس كتير كتير كبيرة،
فبالتالي انه شكل الشجرة بصير انا كثير انا عندي معقد، تمام. والشغلة الثانية انه انا عندي الريكيرجن الجوريثم، يعني لمتى انه بدي اتوقف. عشان هيك خلينا ناخذ الالجوريثم بشكل مبسط. الالجوريثم فيه 3 خطوات. الخطوة الأولى إنه أنا بدي أختار البيست أتريبيوت بناء على الأتريبيوت اللي له أعلى انفورميشن جين. بدي أعمل برانشز، طبعا التفريع على حسب الفئات تبعت الأتريبيوت المختار، تمام. طبعا لكل فرع بينتج أنا عندي سب تيبل، بدي أروح أعمل ريبيت للبروسيس وأبني من كل سب تيبل بدي أبني سب تري، تمام. وبدي أكرر هذه العملية لغاية لما يصير في عندي أحد شروط التوقف. إحداها إحنا حكيناها شرحناها هنا، البقية أنا عندي هيها موجودة هنا. على سبيل المثال no attribute satisfies a minimum information gain threshold. يعني على سبيل المثال نفترض إنه هنا أنا عندي لنفترض إنه هدول attribute متبقية بعد ما إنه مشيت كذا مستوى في decision tree. لنفرض انا عندي الثريشولد، انا عندي بوينت 3، اجيت اطلعت على الانفورميشن جين تبع كل اتريبيوت لقيتهم اقل من 3، يبقى خلاص توقف، ما بدي افرع اكثر من هيك، تمام. فهذا الشرط الاول. الشرط الثاني انه الماكسيمال ديبث از ريتشد، وهذا يعني شغله كثير اساسيه. انا عندي في كم مستوى في الشجرة أنا بدي أضلني أفرع، طبعا بطبيعة الحال ببقية الأفرع. على أنا بحكي أنا عندي المستوى بهذا الشكل، تمام. كم مستوى؟ 3 مستويات، 4 مستويات. فبالتالي هي هذا عبارة عن باراميتر بيتم إدخاله برضو في الخوارزمية بالإضافة ل السبليت كريتيريا اللي احنا بدنا نختارها، او الميجور اللي احنا بدنا نقيس فيه درجة نقاء الاتريبيوت. فبالتالي هذا عبارة عن باراميتر بيحدد انه خلص بعد 3 مستويات، بعد 5 مستويات توقف. طبعا هذا الكلام له علاقة بدرجة كتير كبيرة بموضوع الاوفر فيتنج. احنا ذكرنا انه لما تكون الشجرة اكبر معنى ذلك انه احتمال انه الشجرة هذه يصير فيها اوفر فيتنج أكبر بدرجة كتير كبيرة. فأنا بدي شجرة الدبث تبعها مناسب والدقة تبعتها مناسبة، وفي نفس الوقت بدي أتجنب الأوفر فيتنج، تمام. الشرط الثالث إنه there are يعني less than certain number of examples في current sub tree. يعني على سبيل المثال في sub tree معين بيكون فيها عندي sub table. لنفترض إنه أنا عندي threshold إنه على سبيل المثال 5 examples. فال5 examples هذول لنفترض انه عندي طلع انا عندي في السب تيبل هذا 3 examples. فبالتالي ما دام انه هي اقل من هذه فخلاص بتوقف، بعملش تفريع من السب تري هذه. لو كان اكثر على سبيل المثال 8 سجلات، فبالتالي انه اوكي بفرع من السب تري هذه. فبالتالي هذه تعتبر احد شروط التوقف انا عندي. طبعا هذا كل ما يتعلق بالديسيجن تري. في لها نقاط قوة ولها نقاط ضعف. نقاط القوة انه يعني بقدر انه انا استخدمها، يعني انه انا بقدر اطلع منها نوليدج، بقدر اطلع منها رولز، والرولز هذه بتكون كنوليدج واضحة جدا، انه بتكون منطقية انه انا استخدمها بالنمط هذا اف او دن بهذا الشكل. نقاط الضعف زي ما حكينا انه انا بيكون صعب علي انه انا احدد الماكسيمم ديبث انا عندي، وبرضه بتعاني من مشاكل لما يكون عندي عدد الاتريبيوت كتير كتير كبيرة. وهيك بنكون خلصنا شرح الديسيجن تري، ويعطيكم العافية.